بالك خلص باش تخلص. الله يا خويا اذا قريت شكون عندك طيح الريس. قالك لا ما عندك ميشلان. ما عندك والو. بارك الله الاخوان واحد قداش اللهم بارك. ترى كبيرة صح. كاين الريس محمد. واحد الخيرة والدواء. اخطبوط. الريس محمد جبد اخطبوط. الروح السلام عليكم الاخوان، نتمنى تكونوا كاملين بخير على خير وبصحة جيدة. مرحبا بكم نهار جديد وفلوق جديد ان شاء الله. واليوم الخوت جينا لواحد البلاصة صراحة شحال بقينا جينا ليها وقليل اللي غادي يعقل عليها الخوت، راه فيها الحوت الخوت كنا ضربنا فيها واحد الفرخ تاع ابلغ. المهم الخوت دابا راه خرجنا على اسفي بشي 15 كيلومتر باش خرجنا ليها وراه متقلين الخوت، ولكن راك تحس براسك ما كتحسش بالطريق. الله إلا واخا متقلين كنحسوش كاع بالطريق اش غادي الخوت، كتحس غتدخل واحد الدوار لا كتخرج لبحار الخوت. كيف ما كتشوفوا الخوت ها هو الدوار. يا سلام ها نق ها هما الرياس. تاش كاين اودي تاش تاك متقلو ها احنا خول المشكل اللي كاين هنا الريس شناهو؟ الماء الماء المياه نادره هنا الماء. شوف شحال جايبين معنا تاع الماء. شوف 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 شحال ديال الماء. شرا شرا شوف شحال جايبين معنا. هادشي كامل ما داير معنا والو الخوت. ولكن كاين واحد المفاجاه هنا في الخمسه الخوت هي اللي مطقل عليا الصراحه. ترى ودو لتحت نوريو لكم ان شاء الله. يلا ادي لينا من الحد هذيك هي اللي غتجبد لينا الحوت الرئيس. يلا ادي لينا من الحد حتى للفخلشه. اه شبيكة الرئيس بشير ماتريال ديال الرئيس بشير فين هو؟ اش كاين الرئيس بشير؟ تبعت مني ها هو جايب جايب بيدو. وراه البيض وراه البيض البشير وراه البيض شخ ترى تفرق عليه البيض البشير. دابا هادشي راه امبوسيبل يهزو بنادم صحيح، ولكن كنهزوهم فيها اثنين ما بقى لينا والو. البحر راه كيبان لكم البحر ترى حلوة هادي وا تفرق على صاحبي. مياضة ولات مياضة هادي والله إلا تفرق على صاحبي. اش دير تخلي البشير؟ ما عرفتش الجلوف الجلوف كيكونوا مسخين صاحبي ويطيح لك على البيض. خلوه حيدو حيدو صراحة. واحد الشاطئ الخوت غنهودو ليه دابا غيعجبكم صراحة. وخا متقلين الخوت يستاهل ترى باش تنزل شي امبوسيبل الخوت. شحال ديال الدوزان جاي معايا كومبينة ديال السلوبات جاي معايا القصب جاي معايا كاع المعدات الخوت. غنبلبلو ان شاء الله في هاد الكوشطة راه غنخيمو تما كيف ما كتشوفو. انا جاي معايا لاطون الدراري نسكنوا هنا ان شاء الله. لا مولانا نتلاقاو تما صراحه عينك ترى ولينا كندوزو من ماشي طرقان ما كيدوزوش كيف ما كتشوفوا الخوت. انا طبيعه يا سلام الصراحه. اش كاين الرئيس بشير؟ اش الكلاب كاين بحوالي ديال الدوار؟ لا مولانا الخوت ها؟ جاتهم الكلاب فيه قواه هاد الكلاب ترى تكرفيت الخوت. شوف شوف غنزربو شي زلقه باقي الجبل كلشي على الجبل اللي باقي لهيا هادي هاد الجبل قداش ترى صاحبي راه غنحطو هاد الساكر الباشي غنحطو هاد الساكر الخوت الزرق هو يحط شي حاجه تا نرجعو ليهم ها كمل ديال تسلسل الخضاريه وقال اش عارف مشى من الليل مشى من الليل غيتقول حتى شو من طالعين حتى شو طالع صح كرفيت ترى حبسوا هاد الحيطه هذا صح مول فين كندوزو من هنا ديال الطريق ما كاينش طريق من تم لا الطريق صاحبي راه من هنا راه قلت له حق البحر هيا راه باينه صح هاي طريق الاخوان شتو من دي زمان هنا قلت له حنا طال البحر الحمد لله والشكر لله وصلنا باقي ما وصلناش وصلنا وصلنا بعدا كاين حيدنا من من جهة الحارة والدوار وصلنا بعد ذاك البحر شفناه ها آه أنا ما شاء الله الخوت يا سلام
انا راه البلاصه اللي غنمشيو لها الكوشطه صور خوت كتبان صغيره كتبان واحد الرميله ولكن الكوشطه من هنايا باقا خوت وبالك خلص باش تخلص الله يا خويا داك اللي تشكون عندك طيح الريس قال لك ما عندك الميشلان ما عندك والو مطق على الريس بيدواته ها الله العالم الله العالم حنا اش غنديروا حنا اللي هزن خناشيو بيدوات وباقي الخوذ الرئيس باقي ملحق لينا الرئيس محمد تيدي كاس لي من هنا غيجيب لنا الخضره باقي هز توا قفوا الخضره جاي متقل الخضره كتبان لي ما غتوصل الخضره ما غتوصلش واقع اللي غيوصلها هو الرئيس بشير توكل على الله الرئيس عليك يا مولانا باش شحال باقي لي ديال الدخول وكان عندي هادشي الخوت ثانيه راه بعد الساكي هذا هو شفت الساكي هذا ترى فيه هذا اش فيه الخوت دابا نقول لكم الشبكه ان شاء الله غادي نديروا الشبكه الخوت الكومبينه جيب معايا كاع المعدات ديال الصيد كاع الطرق تاع الصيد غنصيدوا بهم ان شاء الله فهاد الكوشطه هادي راه مهجور هاد البحر الخوت قليل اللي كيجي لي علاش حيت ما فيهش العين كاين واحد العين لا قليل اللي عارف الخوت غادي نصورها لكم حتى هي ضروره الخوت كنمشي دابا دور الرئيس دور الرئيس باشير غيطيح سير من تم الباشير مختصر هذيك جميل جميل راه كاين جوج طرقان عرفهم اش كعرفهم قول لي راه حط شي جبل الخوت اوف زعما لا لابس هاد الصباط هاد الحفاري ما عندي ولا هاد الحفاري شتو واه ترى الفون برا تزيرات الخوت سير الرئيس بشير انا افق شو 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 ما شاء الله شو لي انظر الى عظمة الخالق نحطوش لعيبة هنا البشير ترى رجعوا لي مقايل ادخل كثير اسح على الاقل ما يتخيلش الشيء تهزو وزين ولكن ملي غنوصلو لتحت غنرتاح يقول لك تعذب باش ترتاح هادشي اللي داير حنا هو القصبة دخل الخوت باقي ما عودناش قال ضرب لهاد المسيرة بعدا الرئيس بشير واحد اصحاب المراية طالعين شتوهم الحمد لله قربنا نوصلوا الرملة معاناة الخوت وديما كنضربوا هاد الطلعة ديما والله ديما هينا الخوت بحر زوين ديال الشبكة الخوت صراحة فرحت ملي شفت هاد اللون ديال البحر شوية أحمر فرحت جايب معايا الشبكة الدراري جايبين القصب تا هما غيصيدو يا الكوشطة فينا يا الخوت كوشطة يا سلام الدراري مصيدين هنا البحر غيطيح غدا ان شاء الله اكثر من هكا انا سولي فغن خيم وراه شكون قال هذيك الشيشه قالت له الخوت تما فغن خيم ان شاء الله ولا واحد كيمد له واحد تقن وصلوا له مد لي هنا ويمد ليك اصاحبي مديتي لنا الحجر تقدر تقيل عندك تقطع شده من الشده فهمتي سير الله ايوا عندك اش بالك تقيل ولا خفيف خفيف ها ترى في دري صغير هذا 100 كيلو الرجل طماصل هاك هاك شد 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 تا شد دسم وي غالي بابا شد داخل وصاك ترويبيين كيف اللي هذا يا شيد اش في الراشي اش شوية وعندك فرقع الطبايسين والله العظيم ها ها تدخلش نجيب واحد الساك راه باقي الفوق راه ولي والله العظيم وصلنا الرملة المعاناة شحال ديال الطقولات هما ترى ولكن الراحة دابا والله إلا الراحة يا سلام شا
خلي الرمايل الخوت الرمال الذهبيه. هذه الكوشطة الخوت شتو فوالا الكوشطة تستحق. واش بالك راه الشرف تستحق ولا لا؟ تستحق العناء. شوف 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 هاي دارك بنينا دابا لاطونتات. وما يا صراحه دابا الراحه والعمر ان شاء الله راك العمر واحد بريريت. قلق الشيره تعشات. يا لاطونت ديالي دابا غندخلوا لهم معدات والرئيس جديده. جديده ما دارش تكون لصقتي لي اخويا. عندك الباشيين داير كالي على البردو. عندك الباشي اخويا والله كالي على البرد. نسند لي الرئيس راه باقي معطل الخوت. الرئيس محمد سباق ما جاش كبير راه يشدو الباش يطيح عليه الباش. والرئيس البشير اش كدير البشير؟ هاد السنيس وحلات تبارك الله جايبين مينيتير اخويا. فرقعك لكن هذه قلت لها سطول تاع بحال الجماح. لا كاين حاجه انا كلشي على البالون. كلشي على البالون نيت فينا هو البريري راه غادي درناه فهاد البلايصه مكالي على البرد. هو نزيدو عليه شويه. اوكي طيب دابا لا تقول روح الخوت بهاد البريريد ان شاء الله. لا تقول روح الخوت بهاد البريريد وغادي نمشيو ان شاء الله. الشبكه ما غندخلهاش اليوم كيف ما قلتو وصلنا مع الطليل حتى الغدا ان شاء الله. اليوم غادي ندورو شي دويره في الحجر هنا غيخو البحر ماريه كبيره يعني البحر دافع بزاف. قلبوا لك شي روطال روطال راه موجود هنايا خيار البحر كاين هنايا حنيه اسمهم باش نصيدوا بالليل عاوتاني هنا في الكوشطه. لا مولانا جوار شوف 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 عمرنا الدكيكة دابا دابا كنعتقو الروح الاخوان. انا الدار الرئيس باشي كب ليا نكب لك واحد الدكيكة. هاد الدكيكة هادي تنسى على ديك الهبطة كاملة اللي هبطت والله تنسى. والدار باشي وهاد قايدة مع البحر يا سلام. لا فين شو داك الخط ديال الغروب خط كيفاش وكلشي علاش البشير بيه. الحليوات ديال الحليوات ديال العين نهار عيدكم نهار فالك فالك حليوات نسيو ساق وقريبة من اللوز. شكون طار ديال كعك اللوز كعك اللوز الشوكولاتة على السميتة كعك اللوز. هما الاخوان دابا غنلقى السوق نعتقو الروح صراحة راه سخفنا الخوت والبحر دابا غادي كيخوى وغنمشيو ندورو ان شاء الله تما في الجراف الا كان شي روطال ولا حنيش غادي نجمعو ان شاء الله. تلاحق بينا الرئيس بعد معاناة حتى اللي دور شوف نسى الرئيس دور هنا قد غادي لي الرئيس. الخضرة صافي. اش كاين اخو محمد؟ الخضرة خويا محمد تعذبنا اليوم اخويا الهبطة قاصحة صاحبي ترى جيت مع الظلمة صاحبي اخويا هودنا مقاتلين الرئيس باشير الله يعاوننا. الرئيس باشير الله يعاونو. الرئيس باشير غادي بلا صندالة قرب واش طلعتي عندو البشير؟ ها؟ واش طلعتي عندو؟ عرفتو يكون واحد في هذيك الهودة. طلعتي عندو من رقم الدجاج. تحية تحية للشير طلعت تما طلعت تما طلعت تما وسول الوالد في هذا الفيديو غيتفرج فيه راه مريض بوبردو معاه سيفك ان شاء الله. الله يشافيه. احنا بدار واش بالك راه الشارع طالع عنده دابا قرط في ليا والله كنت طالع طالع الله كان طالع شتو طالع كذاب قال لي واحد البراك الاخوان قلنا له نسيت الدجاج قال لي راه نمشي للنوط. يلا قال لي جا قال لي راه نسيت الدجاج عندك
الكيكه الصحراوي ديال الرايس كلشي عليها. لا الصحه ديال الرايس كيعجبني بالتكوين. اه الرايس ضرب لي الحلوه بس كيتهلا. انا ضرب لي الحلوه الرايس اختار. بسم الله ضرب ورد لي الخبار يا جبار. على الرئيس محمد مع الدقيقه عاوتاني. يا سلام شايناش الاصدقاء ديالك قدام معاك. هذاك الصحه كامل الرئيس بقينا السيمه وانا بعدا من السيمه ما هو الخوت. يا الشبيكه فين هي يا يا فين هي. اللهم بارك. تجربه فريده من نوعها. الرئيس محمد راه الزيا غوينجو غوينجو ديال الروطال. هذا ان شاء الله قمار نات ولا كان شي حاجه نديروه فيه تا هو. راه هربان الرئيس مزيان. الرئيس تاو شرف الاستعد. دار البيب. كوبرو. بقى الرئيس بشير ما عرفتش كيدير راهو في الطوانطق. الكومبين. انا مولانا. هاد الشبيكه راه بحال والو نقدروا نبنوها اليوم الاخوان. بحال والو نقدروا نبنوها. بحال والو نقدروا نبنوها اليوم الخوت. واخا كنت ما باغيش نبني انا قلت راه تعطلت ولكن قال لي البحر هربان غنمشي للبنايه ان شاء الله الصباح غادي نقلبها. نمشي ندور دابا الا كان شي رويطيلات ولا شي حاجه قال لي فين البنايه راه غادي ندخل البنايه. المهم الخوت غادي كنتسركلو انا في الحجر حنا نتلاقى مع واحد الكائن اللي نادر الخوت. الا لقيتي هذا فشي كوشطة عرف راه ما كيوصلهاش الباش على الخوت. وهذا راه ممنوع يعني انتيردي هو الخيار البحر الخوت. ها هو فين هو طول الرئيس محمد. راه جبدنا واحد وهذا واحد اخر. هذا انتيردي. علاش انتيردي؟ لانه كيفيلتري البحر. هذا راه كيفيلتري البحر واحد الدرجه راه بزاف الخوت. راه جبدنا جوج فياغرا طبيعيه. شو 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 طاو سبحان الله. الاخر فين هي؟ شو سبحان الله قداش ولا هذاك الغريب اصاحبي. شتي؟ ولا تحلى فوق. شتي؟ هما الاخوان هذا راه كيتباع غالي ولا كان راه بنوع الخوت. هذا راه فيه السجن لانه كيفيه تلقى الاخوان. هذا حذاري ثم حذاري تشدوا ولا شي حاجه تبيعوا ولا شي حاجه. اول مره غنفوتوا غناكلوا ندي ليهم ان شاء الله الاخوان. هنا فين كاين الشبيكه في واحد الضايق واعر. اه يا اخوان تقدرت تبان لي كنت تقدر تبان. ما تبانش مزيان حتى الصباح وغنشوفوا. لا الصباح غادي نجيو نقلبوا الشبكه ديك الساعه غيبان مزيان. كاين الريح الاخوان قدروا ما تسمعوش هاد الهضره. قربت قربت سوي في جبال هذا. ها هو الاخوان شتو هذا راه نادر الخوت وراه عليه السجن الخوت. هذا دولك صرا منه فياغا. وراه فيلتر. هذا فيلتر ديال البحر. هذا كاين الرئيس محمد. واحد الخير والدواء. اخطبوط. الرئيس محمد جبد اخطبوط. اول اخطبوط في التاريخ غيدخل غادي يتسجل. يا هذا الرئيس شنو قال الرئيس؟ ولكن انت اللي شتي الرئيس. شتو ولكن الزبويه ديال اللي تشرى الله غادي يجمعوا بيا صاحبي. الله يلا جمع هذا الاخوان صغير ولكن اش غنديروا بغا نصيدوا ما كنصيدوا بالقصبة حنا. انا ما غنضيعوش الخوت صيدوا بالقصبة. هذا عنده ثلاث القلوب. هذا سبحان الله ثلاث القلوب والدم ديالو ازرق ما مش احمر. سبحان الله يقدر يقدر يتلون بحال شكل تاع البوي. وهذاك هذاك كائن بحري هو هذا. شو راه كيولي بحال الحجر شتي؟ كيولي بحال الحجر بغيت شاف ديك الشقيه. سبحان الله العظيم الاخوان. سبحان الله. شو بغيت تخبى؟ شو 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 اللون ديالك ولد شتي؟ شتي كاع ما تشوفوا الاخوان شو ما يهمكش. شو ما خليت لي الاخرى معمد؟ شنو ندير الاخرى؟ راهي ترى خالد جديد كامل. شو دابا رسق هنا لا بقيتي قلعتي. ها هو يخرج. خاصك نحرة. بارك الله الاخوان واحد قداش. اللهم بارك. ترى كبيرة صح. بارك الله. تشد تشد يا خو عليا الوقت. شوف شوف بارك الله قداش الخوت. هذا راه نادر الخوت. هذا هو شنو العوينات بحال العوينات عنده عوينات البوشة ديالو. سبحان الله سير تعيش. ترى كثير هذا هنا. ها هو فين شتو دخل. انا اخوان ما شاء الله تبارك الله قنفوض بحر قديش. اللهم بارك الخوت. تبارك الله غلا هذا صح. هاو الموسكي يا الريس فلاح. الله يلا ديال الماكلة. يا سلام هذا كان ضربني واحد العام الريس. هذا هذا راه كيدخل بنادم في يدي يا صاحبي. باش تدخل لك في يدك ما يبقاش يحيد لك منه.
سميتو كيقولوا لهم لي زورسين. زورسين سيرة عيشة مقديرة يلصق على الحرارة لكن الحياة هنا خود دابا الحمد لله بنينا الشبيكة ها هو الراس ديالها هو هذا راه درنا لها هنا حجر الشرف باش تبدين باش تبدتناها وهي راه فيها البلوم الخوت كيف ما كتشوفوا هاي هاي فين هي كامله فيها البلوم قرب قرب هذا البلوم قرب ها هو البلوم تقريبا الاخوان الشبكه هذه فيها شي 21 متر سرحناها في واحد المحقن هنايا واحد الضايه زوينه كيدخل لها الشرق وكيدخل لها الحوش انت غير شوف تبان تبان غاديه غاديه مومرة غاديه الخوت دخلناها تل داخل الله يجيب غدا ان شاء الله في الصباح راه غادي نقلبوها دابا غنخلوا هذا هنا ومن غادي يجي البحر الخوت غادي يهز الشبكه بحال هكا عندك غادي يهز الشبكه بحال هكا غتهز الكورش غيطلع فوق الماء الكورش هذا الخوت كيطلع فوق الماء هو صافي كيطلع فوق الماء والحوت اللي دخل الشبكه هذه راه طري ماي الخوت هذا وفيها الضاو الشير البياس هنا دابا الحمد لله قديناها غادي نمشيو دابا نقادو العشيو ديالنا والناس وقت الغد ان شاء الله نقلبوها في الطريق ديالنا راه غنقلبوا لك شي رواطيلات ولا شي حاجه الله يجيب سمينا وبنينا كرفصتنا الاخوان لا مولاي تبارك الله الاخوان شحال من واحد مجموع هنايا واو واو ترى كثير انا شو 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 تبارك الله يا اخويا واحد زوج ثلاثة زوج مجموعين لو قال كان جاب شي واحد شو شحال من واحد شو تبارك الله يا اخوان شحال من واحد ما في جانب ساهلين شو سبحان الله الشطة قالت أنا كثير إخوان هذا الثمن ديالو راه غالي سبب واحد الدوق واعر الخبز وشتو غالي فما تلقاه في شي كوش تعرفها مغول ما كيجيش ليها البصر دابا راه في فاصيلات هذا العيان هذا شتو عرفتي الرئيس هذا هذاك اللي كيطرخا هذا اللي مرخي كيكون عيان هذا وريش يكون شويه حرش هو اللي مزيان يكون فيها الشيم فيها واحد الكراينات انا الطواجين يا سلام يا بسم الله انا قانق قانق انا برع هذا هو العشاء ديالنا ان شاء الله اليوم جيجات طايطة من الفوق يا سلام فليفلق انا الرئيس شرف ولي صافي هذا السد دابا ان شاء الله الخوت راه رجعنا والبلايصة فين مخيمين وغنشارو دابا العافيه ونقادو ان شاء الله الطواجين نطيبو ونتعشاو ونناسو باش نفيقو الصباح نقلبو ديك الشبيكه يا سلام الخوت صراحه واحد الجو كاين لا برد لا والو وكنتسناو الطاجين دابا يطيب تعشاو الناس ان شاء الله الدراري راه مشحطين القصايبات تا هما هي والله يجيب سمينا وبنينا عليك محمد شو راه خاصني نزيد الماء زيد لي شوية الماء زيد لي شوية الماء محمد شو محمد اش كاين الرئيس داكشي طابو لا قم يا رب كن شي فرير شقري هذا ما شقري نبلو بارك الطواجين طاب يا بسم الله عندك الطاجين هذا الطاجين بالجلبانة الجلباني باني يا سلام رئيس باش يسخن لنا المخمار حط الرئيس حط المخمار صراحة صبرنا عليه الطاجين طابة بزز ولا دخل سواء على الخوز مع البرد يا سلام شكرا شكرا لك يا خويا انتوما تحية الرئيس شرف واللي جاد دق
طيب انت الشام شو الناس اخوتا قهرنا الطاجن والصراحه نديروا ليه في العواد عواد عواد ما جبناش معانا الفاخر تخرفصنا الحمد لله والشكر لله تهشينا دابا كيف ما شتو راه حتى هنا كون سالينا الفيديو تاعنا باش ما يجيكمش طويل الاخوان المهم ان شاء الله راه غندير فيديو اخر غادي نوض الصباح وغادي نقلب فيه الشبكه ونتمنوا والله تكون فيها شي حصيله زوينه الخوت صار احسن احساس كدير الشبكه الخوت كنت رايح كنت ناس كتبقى تفاكر اش تلقى فيها غدا راه مشينا طلينا له واحد الطليله دابا شويه وشفناها واش مقاده وداكشي لقيناها ماضيه الخوت صراحه لقيناها مطون ديال بيدوات الفوق وداك الكورش تا هو الفوق المهم ان شاء الله الفيديو الجاي غادي نصور لكم مزيان ونشوفوا كان فيها شي حصيله راه غنصور لكم تاني ان شاء الله ونتمنى يكون عجبكم الفيديو وما تنساوش لايك الاخوان الا عجبك الفيديو شي كومونتير زوين وبارطاجيو مع اصحابكم تحياتي لكم ودابا غنناسوا ان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد في مغامره جديده ان شاء الله.